أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج The New Lebanon. اليوم الموضوع كتير كتير مهم، هو إنه الاختلاف بيننا ما هو السبب تا ما أتعرف على الآخر. واليوم عنا ضيف مميز وهو واجه هالمشاكل بحياته وتعاملت مع شعوره بطريقة كتير كتير مميزة، وهو عم بيجي هلا. أهلين، هاي أني، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام، أنت كيف؟ منيحة. معنا اليوم الضيف سمعان نشواتي، وهو مرشح للانتخابات النيابية اللبنانية بعد في يومين. كيف بتحس؟ كثير منيح كثير منيح، معنويات كثير منيحة. ممتاز. فما بدي أخذ كثير من وقت تبلش، لأنه قصتك عن جد مميزة وعندك سيرة ذاتية واو، فحابة أنك تشارك معنا المشوار تبعك من يعني الجامعة لليوم. أكيد أكيد، أنا كثير مبسوط أصلاً أني تعرفت عليكي قبل، وأنه حكينا شوي، وأنه هلأ رح نحكي شوي أكثر. أنا كمان بدك بلش خبرك؟ انا كثير مبسوطه انك تشارك معنا الخبره يلي عندك. انا اسمي سيمو بشواتي او سمعان على الهويه، درست بالجامعه اليسوعيه ببيروت سوشيال وركر، تدريب اجتماعي، ومن بعدها عملت ماستر اوربن بلانينج. اشتغلت 11 سنة متطوع بجمعية فرح العطاء، وأول تجربة مهنية لألي كانت بالpopular education مع الحركة الاجتماعية بلبنان. من بعدها التحقت بالاتحاد الأوروبي كاستشاري بوزارة التنمية الإدارية. بعد هذه التجربة اشتغلت مع الانترناشنال فيدريشن فور ريد كروس اند ريد كريسنت كمنسق إقليمي لمنطقة شرق أوسط وشمال أفريقيا. لخلص من بعدها أشتغل مع السفارة اليابانية بلبنان كمنسق هبات بوزارة التربية ووزارة الصحة، واليوم أنا مدير وكالة التنمية الاقتصادية بشمال لبنان، بعلم بالجامعة اللبنانية واستشاري للعديد من الجمعيات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يونيسف، أوتشا، وجمعيات دولية مثل PCPM، ACCD، Save the Children، وكتار غيرهم. في شيء يلي ما عملت بس عم بسأل، يعني واو، مرسي كتير إنك خبرتنا عن التجربة تبعك، لأنه مثل ما شفنا واو انت دخلت في كتير اشياء. فحبي هلا اسألك، ليه دخلت هلا بالسياسة؟ بكل مسيرتي المهنية كنت انا بالكوليس عم بشتغل من وراء الضوء على صناعة السياسات الاجتماعية والسياسات التنموية، واشتغل على تطوير برامج بناء القدرات المؤسساتية بلبنان وبرا لبنان. اشتغلت كثير على الادفوكاسي مع الحكومات العربية بمصر، بالجزائر، بتونس، بأردن. بالتالي كانت التجربة تبعيتي هي كاستشاري بصناعة السياسات. بهذا الوقت لبنان بحاجة انه ما نبقى بالظل، يعني لبنان بحاجة كثير ماسة لأنه نطلع نحط كل إمكاناتنا وكل خبراتنا لنقدر نساعد هذا البلد ليقدر يطلع من أزمته، لأنه ما فينا نتركه بين إيد طبقة حاكمة هي اللي عملت الحرب وهي رجعت عملت السلم،
هي وقعتنا بالأزمة الاقتصادية، وهي اليوم عم تفاوض صندوق النقد الدولي لترجع تطلعنا بين هلالين، طلعنا من الأزمة الاقتصادية. يلي سرقك ما بيقدر يردلك مصرياتك، بالتالي صار في دور على كل مواطن، مش أنا لحالي، كل مواطن بلبنان مدعو أنه يمارس واجبه تجاه الوطن ويكون عم بيشتغل فعلياً بنفس مختلف بالسياسة. السياسة هي منا وجاهة ولا مناصب، هي فعليا إدارة الشأن العام، وإدارة الشأن العام بده اليوم نفس جديد، بده ناس مش تجار بدهم يسرقوا مال الدولة، بده ناس عندهم قيم أخلاقية ينطلقوا من حقوق المواطنين ويتعاطوا مع المواطن الفرد كقيمة مطلقة، حقوقه لازم تتأمن، ممنوع يكون عايش بذل، ولازم تكون كرامته الإنسانية أولوية. هذا اللي خلاني، وهذا منه قرار شخصي، يعني وجودي بمجتمع الكرة المستقل كرة اندبندنت كوميونيتي هو اللي خلاني أكون اليوم عم خوض هذه التجربة، والبروسيس أو المسار يلي وصلنا فيه هو مسار ديمقراطي تشاركي. عملنا برايمريز يلي جديدة على لبنان، أنه نعمل انتخابات تمهيدية. يمكن لقلكم بأمريكا هذا شيء سوبر عادي، نحن لقلنا كتير جديد أنه الناس بالأصل تنقي مرشحينها، عادة المرشحين بينزلوا بالهواء ما بنعرف من وين بيجوا. اليوم نحن خضنا تجربة جديدة اللي هي البرايمريز، الناس سمت من المرشحين، وعلى أساس صوت الناس قررنا نخوض هذه التجربة. واو، فكرة بسيطة بس عمري ما فكرتها انه للبنان، بس بحاجة هالشي، لانه لكل اللوائح يلي شفت، يعني انتو ناس يعني عندكم خبرة مثلك كتير، وشفت يعني اللوائح المستقلة يعني عندكم كتير مهارات وناس بيجي من كل مهنة، وحبيت بس في كتير. فالبرايمريز ممكن بيساعد يعني يوحد المرشحين، ف ها فكرة مثيرة للاهتمام. فهلا حبي دير المناقشة عن الشيء اللي قلت، لأنه أنت يعني أنت بدك لبنان للكل، مش يعني شيء بس لواحد من الأديان ولا واحد من يعني عرقيا أو هيك، أنت بدك لبنان للكل. فخلينا نحكي شوي عن طفولتك وكيف تربيت بلبنان والزاوية المميزة يلي حصلت عليه من عائلتك. خليني أقول، أنا خلقت بفترة الحرب الأهلية، عشت بمنطقة تأثرت شوي، مش قد بيروت بالحرب الأهلية، إنما تأثرت بالحرب الأهلية. والحرب الأهلية كل الناس بتقول إنه الحرب الأهلية بلبنان هي حرب الطوائف بين بعضها لأنهم مختلفين. أنا في عندي أستاذ متأثر فيه بالجامعة اسمه سمير فرنجية، مفكر سياسي مش بس استاذ، كان يقول الحرب اللبنانيه انعملت لانه نحن هالقد بنشبه بعض، لانه نحن هالقد بالتكوين السوسيولوجي بنشبه بعض، وكلياتنا ربيانين على فكره الخوف من الاخر، وانه كلياتنا اقليات خايفه من بعضها. فبقى خضنا الحرب على هيدا الاساس. عنا الخوف هو العامل المشترك، والتخويف من الآخر عالم عامل مشترك، وحماية حقوقنا كأقليات بين مزدوجين كعامل مشترك، بالوقت يلي هيدا البلد بيقدر يساع كل الناس. وأنا منطقتي فعليا إذا بدك ترجع إلى الحقيقة ما كان عندها هيدي الصراع الهوية، يعني ما كان عندنا مشكل ايدنتيتي، بس اثرنا بنفس البلد كلياته يلي كان عم يرزح تحت وطئه صراع الهويه. اي لبنان بدنا؟
لبنان يلي بيشبه المسيحي، لبنان يلي بيشبه المسلم، لبنان يلي بيشبه 18 طائفة، كل طائفة شايفة لبنان على قياسها، وكل طائفة خيفانة من الثانية. أنا ربيت ببيت بينتمي لأحد الأحزاب العقائدية ويلي هو لا طائفة، وكان كأنه العلمانيين واللا طائفيين هن طائفة بحد ذاتها، لأنه كانت كمان خيفانة من الآخر، وكانت بتعاني من عدم القبول من الآخر، وبذات الوقت عندها رأي بأنه الآخر هو غلطان. فبقى عشت اوفر بروتكتد، كنت كتير محمي، يمكن لأنه اخواتي الاكبر مني وهني اكبر مني بسنين كتير، فرق بيني وبين خيي الكبير 14 سنة، خاض الحرب، فبقى كانوا اهلي خايفين انا انجر لهيدي الحرب. كنت اوفر بروتكتد، هيدا الولد يلي بيقعد هو والكتاب والقصة والمونوبولي والالعاب التثقيفية، وقد ما فيهم يحموه ويعزلوه عن ينزل على الشارع، لأنه ما بدهم إياه يكون طائفة، وبذات الوقت ما بدهم ينجر للحرب. هذا الموضوع أكيد عيشني بعزلة إذا بدك، يعني حتى كنت بعرف القرايبين كثير منيح والعب أنا والقرايبين، بس أنا ما كنت ولد موجود بساحة الضايعة، يعني ما عشت ساحة الضايعة، ما عشت طفولة فيها كان فيها إذا بدك على طول التوجيه للصح، وهو إذا ما عشت التخبيصات والغلط ما بتتكون شخصيتك. فبقى أنا كنت ولد محمي، وكأني كنت عم بعيش يلي خبرتك إياه هذيك المرة، وأنا بسميه علميا الانفصام الاجتماعي، social schizophrenia، يعني هالقد في كمية انفتاح بالعيلة، وهالقد في عملية مصالحة مع الذات تجاه قبول الآخر المختلف، بس بذات الوقت خيفانين من الآخر المختلف ليجرني لعنده، لأنه لازم أبقى علماني، لازم أبقى لا طائفي، لازم أبقى وطني بالدرجة الأولى. هيدا عامل الخوف ما كتير طول، لأنه إجت التجربة، أحد أصدقاء إخواتي هو كان متطوع بالصليب الأحمر اللبناني، وفعليا هذه المؤسسة بلبنان بقيت المؤسسة، قد تكون مع الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة المنزهة يلي ما فاتت بلعبة الاصطفافات السياسية والطائفية، كنت تلاقي فيها كل الناس، بالتالي أهلي كان عندهم ثقة بهذه المؤسسة. وهذا الشاب قال لي في مخيم صيفي لأولاد من كل المناطق اللبنانية، وليه ما بتشارك فيه؟ وبسرعة قبلوا أهلي، وهيك بلشت رحلة التطوع مع جمعية فرح العطاء، وهون بلشت اكتشف الآخر حقيقة. يعني بتذكر سنة التسعين لما كانت بيروت كلها بعد متاريس من رمل بالحرب اللبنانية، كنا 490 ولد مع شاب وصبية رايحين نعمل جولة بلبنان تحت عنوان لنكسر الجدار ونلتقي. يعني كان عنوان هذا المخيم الصيفي هو كيف بدي اكسر كل الحواجز يلي بيني وبين الاخر والتقي فيه. كان مخيم جوال، كانت لالي النزله على بيروت هي حلم، لانه كانت ممنوعه على الحزب يلي اهلي بينتموا له. كان فعليا اكتشاف بيروت هو الحلم. نزلت على هيدا المدينه، على هيدي المدينه، وزعلت كثير لانه شفت مدينه مكسره. وقفنا على احد المعابر يلي بياخذنا من بيروت الشرقيه لبيروت الغربيه، وكان معنا شاب عمره 16 سنه. بعتقد هون بلش يتكون وعي الاجتماعي والمواطني. هذا الشاب بتشابه الاسماء وقفونا على المعبر بين بيروت وبيروت يلي هي كلها بيروت. تخيلي بيروت بدك تنقلي من حي لحي، بدك توقفي تاخدي اذن، وبدك تكوني من طائفه محدده لفيكي تنقلي من هون لهون. فبقى هذا الشاب اسمه بيتشابه مع اسم شخص تاني مطلوب من قبل المجموعه الواقفه على المعبر، فبقرروا انه بينزل هذا الشاب وانتم بتكفوا طريقكم. ال 490، وبتعرفي
أثر المجموعة يعني الإفيدو دفول لما بيتحرك، نزلنا كلياتنا من الباصات وقلنا أو كلياتنا بنقطع أو وقفونا كلياتنا ال 490. وبعتقد هيدي كانت لحظة مفصلية لبناء العلاقة مع الآخر المختلف، يلي اكتشفت بعدين قد ايه بيشبهني ما هو مختلف أبدا. وفعليا من هون انطلقت الرحلة من بيروت على صيدا على حمانة على البقاع الغربي على رشيّة على تعنايل على بعلبك، ورجعنا انهيناها بالشمال بمدرسة فريرك فريشيد بصغارتها. وبلش التعلق بهذه التجربة يزيد. سنة ال 91 رجعت عدت التجربة، وكان هالمرة الحلم أكبر. كنا رايحين نكتشف جنوب لبنان القرى الحدودية المحتلة، وبتذكر بمنطقة ببنت جبال اسمها صف الهوى. كنت أنا بالصدف بثالث باص، وكنا هالمرة 1190 ما كنا 490. كنا على صف الهوى ونزلنا من الباص ولقيت القافلة وراي ممتدة لمحل عيني ما تشوفها، عم بنفوت على أرض محرمة علينا مسلوبة منا. وكانت اللذة هون إنه ما نمنا ولا بمركز الصليب الأحمر ولا بمدرسة ولا بمقر، رحنا نمنا عند أهالي الضياع، توزعنا على أهالي الضياع. وتذكر إنه نمت ببيت شخص اسمه سيمون زعتر. بعد 22 سنة رجعت استشاري للاتحاد الأوروبي، عم بشتغل بمنطقته، رحت دورت عليه ورجعت نمت عنده ليلة. فبقى هيدي العلاقة مع الأرض، هيدي العلاقة مع الآخر المختلف، هيدي العلاقة مع الوطن، خلتني أكبر أكثر وبسرعة أكثر، وكسرت إذا بدك العزلة يلي كنت أنا متقوقع فيها، وأخذتني لمحل تاني هو إنه بطل ولد مستفيد من مخيم صيفي، اتحول لناشط متطوع بجمعية فرح العطاء، عم بيبني سور للناس تلتقى، وعم بجرب يرسخ بمحيطه مفاهيم لألي اليوم أنا بشوفها أساسية كتير بالمواطنة، هو قبول الآخر، التعرف على الآخر، مساحات الحوار المشتركة يلي هي بتقرب الناس من بعضها، خاصة ببلد هالقد صغير، هالقد مكوناته الاجتماعية. وإذا بدك بيومتها اكتشفت شيء ما كنت بعرفه، إنه ثروة الإنسان هي أكيد مش بالمصاري، هي إنه يقدر يبني بكل منطقة ببلده علاقة بتتعدى كل الحواجز. يعني أنا اليوم بقول غني لأنه أنا إذا عندي بكل ضيعة بلبنان، وبقدر سميهم ضياع لبنان، أنا بعرف ضياع لبنان، عندي بكل ضيعة بلبنان بيت، أنا بملك بكل ضيعة بلبنان بيت، لأنه بكل ضيعة بلبنان عندي صديق، عندي عيلة تستقبلني. أنا في يقول إنه بإحدى المحطات المهنية كنت بضيعة بآخر عكار اسمها بزبينة، وقعت كسرت إجري أمه لصديقي أيوب، هي اللي طببتني، هي اللي اهتمت فيه، هي اللي ما خلتني أرجع على البيت ونمت عندهم. زيت الشي ببنت جبال، زيت الشي بالبقاع، زيت الشي بزحلة. أنا هيدي هونيك تكونت هويتي، وهونيك تكون لبناني اللي بحلم فيه. يا ريت التوحد موجود بقلبك، يعيش بكل قلب لبناني، لأنه حبيت إنك يعني تعاملت مع شعورك إنه يعني كبرت مع في عيلة يلي عطيت خوفهم فيك للآخر، بس غيرت العقل لهيدي الرحلة يلي كنت مع الريد كروس فالصليب الأحمر. فحبي أسألك، إذا فتت بالبرلمان حبيت المشوار تبعك، يعني التطوير العقلية تبعك، فكيف نقدر نكمل هالشي بلبنان للصغار؟ يعني ممكن في حملات أو طريقة يعني عم بتفكر فيها يلي بنقدر يعني
expose أو يعني وجه الطلاب الصغار للأفكار، وخليهم يشوفوا إنه كلنا بنشبه بعض وكلنا بني آدمين وكلنا بنحب لبنان. فعندك أي فكرة عن كيف نقدر نوصل لهذا الهدف؟ رح أقول لك شو أنا بالنسبة لإلي، لما بدك تضربي شعب بتضربيه بشغلتين، بتضربيه بالتربية وبتضربيه بالقضاء، ونحن unfortunately مضروبين بالاثنين. اليوم مدرستنا الوطنية ومناهجنا التعليمية بكل المدارس هي غير صالحة لتنمي شعور المواطن. هي فعليا مدارسنا الخاصة هي إرساليات دينية، ومدرستنا الوطنية هي مدرسة مهمشة، أساتذتها ما عندهم حقوقهم، طلابها ما عندها مساحات للترفيه، ما عندها مساحات للتفكير، ومناهجنا بحد ذاتها بتعلم التربية المدنية مادة على 10 علامات. تخيلي أنت عم بتربي بالطلاب الأطفال روح المواطنة على 10، تحفظي 4 سطور يسمعهم لياخذ علامة من 10. يعني كيف بتزبط؟ ما بتزبط. أنا بالنسبة لإلي ضروري الاستثمار بالمدرسة الرسمية وبالجامعة الوطنية بمناهج أكثر تفاعلا. ممنوع تكون مادة التربية المدنية هي مثل مادة التاريخ والجغرافيا بتحفظي وبتسمعي وبتاخدي علامة، لازم تكون هي مبنية على أندية المواطنة وعلى الأنشطة المواطنية يلي بتخلي كل طفل يتعرف على الطفل الآخر بطريقة ناشطة، بطريقة تفاعلية. بالتالي المدرسة الرسمية هي ورشتي، والجامعة الوطنية هن ورشتي الأولى بالبرلمان ليزبط هيدا البلد. عندي ورشتين دراسي اساسيتين هول لازم ينعملوا، هن النظام التربوي، المدارس الرسميه مع الجامعه الوطنيه، والقضاء. لانه كمان المواطن الشاب بعد ما يتعلم ويتعلم بالمفهوم، خليني اقول التربوي اكثر، مقاربات التربويه الشامله، مش يتعلم يعني يتعلم فيزيكس وماث وياخذ علامات ليرجع يروح يعمل مهندس. اكثر هي حاله التنشئه الوطنيه وكل كل البناء الثقافي المشتركه، الذاكره الجماعيه. نحن نفتقد للذاكره الجماعيه لانه مدارسنا ما بتبني ذاكره جماعيه، مدارسنا بتعلم على الفرديه، بتعلم اكثر على كيف انت بدك تكون احسن من الاخر، كيف انت بدك تجيب علامات اكثر منه. ما بيخلق، ما بتشتغل على الهموم المشتركه، على الانشطه المشتركه، على الاهداف المشتركه. فكر الجماعه، الوعي الجماعي منه موجود، نحن ما بنغذيه، وهذا ما بيغذيه الا شغلتين، التربيه والقضاء. لانه بعد ما تتربي صح بدك تروحي على محل في محاسبه، في لغه الحقوق والواجبات والمساءلة والمحاسبة. بالتالي هودي الورشتين الأساسيتين يلي هن بالنسبة لي مهمين، بالإضافة لقانون مدني للأحوال الشخصية. أنا مواطن لبناني أولا وأخيرا، بعدين بتجي أي انتماء تاني، انتمائي بيني وبين ربي على الطريقة المسيحية، على الطريقة الإسلامية، على الطريقة البوذية، على أي طريقة بدك، هيدي علاقة شخصية. إنما واجباتي وحقوقي كمواطن هي انتمائي الأول والأخير، الانتماء المواطني الوطني لهيدا البلد يلي بآمن بنهائيته. ميرسي كتير على حكمتك وإنك شاركت معنا من قصتك في الطفولة، وكمان عن خطتك يعني للبرلمان إذا بتفوت. وعن جد حبيت إنك شاركت مش بس الخبرة، كمان عن كيف تعاملت مع هذا الشعور للتغيير، لأنه لبنان بحاجة لهالتغيير. فالناس والجيل الجديد بيقدر يعيش بسلام ومع الآخر، مش خايفين عن الآخر، مش مخبي عن الآخر. فمرسي كتير كتير إنك كنت معنا اليوم، وإلنا الشرف اسمع من خبرتك وقصتك.
أنا بدي أقول لك ثانك يو أني، انبسطت كثير إني تعرفت عليك قبل وهلا، وبدي إذا بتسمحي لي أنهي بجملة مش أنا قايلها، قايلها ناشط اجتماعي أمريكي بس أنا حافظها بالفرنسي، رح أرجع ترجمها. Le changement ne peut jamais être le fruit d'une révélation, ça doit toujours être le fruit d'une révolution. وبالتالي التغيير لا يمكن أن يكون ولا مرة نتيجة رؤية، رؤية بالمعنى الإسقاط، إنما التغيير هو حتما نتيجة الثورة. وهون بنحكي عن الثورة، بداية الثورة على الذات، الثورة على نمطية التفكير، الثورة على العادات والتقاليد يلي بنتمسك فيها. بدنا نعرف نثور على حالنا أول شيء، نغير بحالنا لنكون دعاة تغيير على المستوى الوطني، وإلا بنبقى محلنا. بالتالي أول ثورة بدنا نعملها بدها تكون ثورة فكرية على حالنا، نقيم ممارساتنا، نقيم أفعالنا، وننطلق لنغير بمجتمعنا. وهيدي العبارة مثالية للبرنامج، لأنه The New Lebanon عم يحكي عن كيف نقدر يعني نتعامل مع أفكارنا والصحة العقلية. فمرسي على كلامك، وإذا بدكم تعرفوا أكثر عن سمحان بشواتي بتقدروا تفوتوا على صفحته واحكي لنا وين نقدر نشوف أكثر عن لاحقتك و احكي عن الصفحات تبعك. أنا أول شيء بنتمي لمجتمع الكورة المستقل KIC كورة Independent Community، وبعدين أنا عضو بائتلاف شمالنا، شمالنا.org بتلاقوها، وأنا على فيسبوك بتلاقوني سمعان البشواتي، على انستغرام وعلى تويتر. ميرسي كتير يا سمعان، وميرسي على وقتك، وبعرف انه الجمهور استفاد من كلامك، فميرسي كتير، والله يسمع Thank you. منك للسلام والحب عن بعد في لبنان خصوصا. Thank you, Annie. اكيد اكيد، مع السلامة، يوم سعيد.